السلام عليكم. دي خدمة مقدمها أدوب، عبارة عن أدوب إكسبريس، موقع النت أونلاين مجانا. تقدر تصمم بعض التصاميم زي لوجو، زي بانر، سوشيال بوست، فلاير، كل الحاجات دي. زائد في خدمات كتير جدا، في حاجات خاصة بالفوتو، إن أنت مثلا ترفع صورة فهو يحذف لك الخلفية، يعمل ريسايز للصورة، لأن في بعض المواقع بتبقى ليها سايز معين، يحولك صورة لجي بي جي أو بي ام جي أو سي في جي، او يعمل كروب للايمج يوصلك الصوره. الفيديو ممكن يحول لك الفيديو للجي اي اف، او يحذف لك الخلفيه، او يحول لك الام بي 4، او يوصلك مثلا ثواني من الفيديو، يعمل ريسايز للفيديو، يدمج اثنين فيديو مع بعض، يغير السرعه بتاعته يخليه سريع او بطيء، يقدر يعمل لك بي دي اف، يقدر يخليك تعمل اديت للبي دي اف، يقدر يعمل لك كرييت للكيو ار كود. مجرد بس تديله اسم الموقع او كذا، هو يبدا ان هو يعمل لك كيو ار كود خاص بيك. هتديله مثلا موقع اهوت، وتقول له كرييت، هعمل لك سوي، وتقدر تغير خلفيه، يعني مش لازم يكون اسود، تمام. ممكن ترفع صوره مثلا، تعمل داونلود للصوره ديت، وتقدر انت تشتغل بيها. زائد ان انت تقدر تصمم مثلا، خلينا نقول هنصمم بانر، فبكل سهوله بيديك حاجه جاهزه تقدر ان انت بس ايه تعمل استبدال او ريبليس. هتقول له مثلا انا عايز اعمل الصوره زي دي، فبيبدا ان هو يجهزها لك. مجرد ان انت تعمل ريبليس للصوره والكلام، مجرد تقف على الكلام اهوت، تقدر تعدل زي ما انت عايز. بدل كلمه فايند مثلا تقدر تكتب اي حاجه انت عايزها، تمام، يروح معدلك في ساعتها. الصورة تعمل عليها سيلكت، وتقدر ان انت ترفع اي صورة من عندك من على الكمبيوتر، او تعمل ريبليس للصورة. فيروح حاطط لك الصورة زي ما انت عايز. فهو موقع سهل جدا، مش محتاج ديزاين، لا هو ينفع مع اي حد عايز يشتغل في موضوع ان هو يعمل صورة خاصة بيه سريعة. طبعا لو بتعمل حاجة احترافية يفضل ان انت تشوف مصمم يعملها لك، هتبقى حاجة أحسن بكتير.